هذا يوسف، طالب في جامعة الحسن الثاني، بقى في دارو باش يساهم في محاربة فيروس كورونا وحماية بلاده، ولكن في الأول ما كان عارف ما يدير. قال أران نمشي نتفرج في شي فيلم. مشاش على التلفازة وهو يلقى هاد الإعلان. ظل الاحترازات اللي تتاخذ المملكة باش تحمي المواطنين من انتشار الفيروس المسبب المرض كوفيد 19، تم الإعلان عن توقف الدراسة ابتداء من 16 مارس 2020. هذا التوقف اللي ما تعنيش بتاتا انه عطلة استثنائية، وانما توقف عن الدروس الحضورية والاستمرار في الدروس عن بعد. راكم ماشي في عطلة، هذا الشيء كامل باش نضمنوا عدم انتشار الوباء ونكملوا السنة الدراسية ديالنا باقل الاضرار. مشاو جدراسو في بلاصة كالم بحال الا هو في الكلية، وجاب الكتب واقلام وحتى الحاسوب ديالو. ودابا يوسف ولا عارف ان الدراسة مستمرة. بحال كاع الزميلات والزملاء ديالو بتنسيق مع الادارات الكلية والاساتذة ديالو، ودابا متبعين الدروس ديالهم وكيتفاعلوا مع الاستاذة بحال الا هما في القاعة الدراسية. Premièrement, c'est la clarté. Le deuxième principe, c'est la concision, la simplicité, la cohésion et après la cohérence. وحتى انتوما بقاو في داركم، استغلوا هاد الفرصة، حنا ماشي في عطلة. تعليم عن بعد، بيه نحميو بلادنا.